مساء الخير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الأفاضل في كل مكان، صباحكم سعيد، يومكم طيب مبارك، وأهلا بكم معنا إلى هذه الإطلالة الجديدة من برنامجكم ضحى لقناة القرآن الكريم للتلفزيون. رحلتنا اليوم سوف نحاول من خلالها أن نلامس جوانب عدة من السياحة الشتوية والسياحة الداخلية، السلامة عبر الطرق والمسرح عن الفن. سوف نتحدث اليوم وعلاقة هذا الأخير بالفئة الخاصة هي فئة ذوي الهمم العالية. على كل سوف نتطرق إلى كل هذا ومواضيع أخرى خلال برنامجنا لهذا اليوم بعد الاستمتاع وكعبة للعاشقين روضة للتائبين وللهدى بكم مجددا مشاهدينا الافاضل في كل مكان. هذا برنامج ضحى لقناه القران الكريم للتلفزيون الجزائري، برنامجنا طبعا من خلاله سوف ننطلق مع اولى الفقرات التي نتطرق فيها الى موضوع الوقت، نعمه الوقت ومرور السنين، وفيما افنى الواحد منا السنه الماضيه وما يجب علينا ان نفكر في عام قادم بحول الله. بعد هذا الفاصل Thank you.
صديق معي على المباشر فضيلة الشيخ ياسين أكساسي الذي يحضر معنا في هذا الصباح. صباح الخير ومرحبا بكم شيخ. يوم طيب بحمد الله. إذن الشيخ الفاضل كما أسلفت قبل الفاصل حديثنا عن الوقت نعمة الوقت وعن مرور السنين نحن مقبلين على عام جديد بحمد الله نتمنى أن يكون عام سالمين ومليء بالمسرات لكن في حياتنا يجب علينا أن نقف دائما عند عتبة هذه الوقفة تكون وقفة مع الذات ليعلم الواحد منا أين هي مكامن الصواب والخطأ فيما أبليناه في عامنا الماضي وكيف نسترجع ونستدرك مفاتنا بهذا العام بالعام المقبل. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أولا شاكرين لهذه الاستضافة الكريمة في الحقيقة أستاذي مشعر وأيضا أريد أن أهنئ المتمرسين بالعطلة السنوية 10 ديسمبر وجميع الطاقم التربوي. أولا نقول أن نعم الله عز وجل على الإنسان، خلق الله الإنسان، خلقه وأنعم عليه بنعم ظاهرة وباطنة كما عبر ربنا في كتابه. ومن أعظم النعم التي أنعم الله بها عليه ونعمه لا تحصى، قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن أعظم النعم التي أنعم الله عليه بها أنعم عليه بالوقت، أنعم عليه بالحياة، لأن حياة قال دقات المرء قائلة لهم إن الحياة دقائق وثمان. وإذا نظرنا نظرة إسلامية، نظرة الدين الإسلامي بالنسبة للحياة، بالنسبة لوقت المسلم، وجدنا أولا في كتاب ربنا أن ربنا سبحانه وتعالى يعطي أهمية كبيرة لهذا الوقت، بحيث أنه يقسم به، وسبحانه لا يقسم إلا بشيء عظيم. حتى وإن لم يتبين لبني آدم سر العظمة في ذلك الشيء فهو يعلم سر العظمة فيه فيقسم به. ألا يعلم من خلق؟ أولا يقول ربنا سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر فيقسم بالوقت، ويقول والضحى والليل إذا سجى فيقسم بالوقت، ويقول والليل إذا يغشى فيقسم بالوقت، ويقول والفجر وليالي العشر فيقسم بالوقت، ويقول وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. يعني ربنا سبحانه وتعالى في كتابه من خلال تتبع الآيات يعظم قيمة هذا الوقت، لا يعظمه لنفسه وإنما يأمرنا بتعظيمه ويوجهنا إلى تعظيمه، لأنه أفضل شيء يمكن أن ينعم به عن الإنسان، بل أفضل من الذهب والفضة، لأن الذهب والفضة لهما بديل، أما الوقت ليس له بديل. يقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث، ما من يوم يطلب على ابن آدم إلا ويقول أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني فإني إن ذهبت لا أعود أبدا. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الوقت الصحة والفراغ. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه في الحديث القدسي يسب ابن آدم الدهر، يقول ربنا عز وجل يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر كله أقلب الليل والنهار، أقلب الليل والنهار. ففي النظر في نصوص الشريعة، نصوص الكتاب، نصوص السنة، نجد أن هذا الوقت له أهمية كبيرة بالنسبة لحياة المسلم، له نعمة عظيمة بالنسبة له، هو أثمن شيء قد أنعم الله عليه به. وهذا الوقت لا بد أن يستغل في حياة المسلم، لا بد للمسلم أن يدرك هذه الأهمية التي أعطاها ربنا لوقت، أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقت، وهذا ما تجلى في نماذج الصحابة. فعليه أن يملأ هذا الوقت أولا عليه أن يعرف قيمة هذا الوقت، ثم ثانيا حينما تعرف قيمة الشيء فإنك تحافظ عليه. يعني أحدنا قد يحافظ على ذهبه وفضته بدمه، يعني يراقى دمه ويحافظ على ماله ويحافظ على ثروته، فهو يعلم قيمتها، لكن لا يعلم حينما لا يعلم قيمة وقته فإنه لا يحافظه عليه ويذهبه هدرا، يذهبه هدرا ويذهبه.
لذلك فالإنسان ينبغي أن يعرف قيمة وقته، وينبغي أن يحافظ عليه. والطرق للمحافظة على الوقت، طرق لإشغال هذا الوقت، لابد أن يملأ هذا الوقت بما ينفع الإنسان. قال ابن سيدنا ابن مسعود كان يروى عنه رضي الله عنه وأرضاه، قال: إني لأكره الرجل أن يكون فارغا في حياته من عمل الدنيا أو من عمل الآخرة، لا يعمل عمل دنيا ولا يعمل عمل آخرة، لا يرى الرجل في عمل الدنيا، سواء في عمل الدنيا وهي ابتغاء الرزق، وقد أمرنا في كتاب ربنا أن نبتغي وأن نسعى في الأرض وأن نبتغي الرزق، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ثم لا يراه كذلك مع عدم ابتغائه في الدنيا، لا يراه مبتغيا لعمل الآخرة. وقد قال أحد الشعراء، شعراء البدو، فأعطيه شعراء البدو هؤلاء كانوا يعبرون بشعرهم، كانوا يعبرون يعني عن قيمة هذا الوقت، عن أهمية هذا الوقت، فقال: لا يرى ابن آدم إلا ساعيا في مال أو ساعيا في طلب علم، لا يرى ابن آدم إلا ساعيا في مال وساعيا في طلب علم، فإن لم يرى في غير ذلك فأعطه القراط والحلال والمرودة والإبحال، فذاك ودعه أن يجالس العيال، فذاك لا يشابه الرجال. يعني الرجل الحقيقي في ميزان الإسلام والذي يحافظ على وقته، الذي يعرف قيمة وقته، يعرف كيف يستغل وقته. ونحن مع مناسبة، وهي مناسبة دخول العام الجديد، يعني لا بد للإنسان أن يقف وقفة. العام الجديد بقيت تقريبا بقيت 5 أيام و6 أيام على دخول العام الجديد، يقف وقفة أمام نفسه، الناس يصحح فيها أخطاء، وقفة يجب أن يصحح فيها أخطاء، أن يراجع فيها نفسه: ماذا فعلت في 2022؟ كيف؟ ماذا حصلت؟ ما حققت؟ وش درت كاع في حياتي؟ فيما أخطأت وفيما أصبت؟ الإنسان يأخذ ورقة وقلم، ويكتب إنجازات 2022، ثم يجعل الإنجازات الدنيوية ثم الإنجازات الأخروية. يبدأ بالإنجازات الدنيوية، يرى ما حقق فيها، ممكن يفتتح مشروع، ممكن ربح في تجارة، ممكن نجح في دراسة، ممكن حصل في الفصل الأول نقطة 18 و19 التي كان يسعى لها من العام الماضي، بالنسبة للأبناء المسلمين المتدرسين، ممكن وجد عمل، ممكن يعني ممكن اشترى سيارة، اشترى بيت، بدأ. فإن هذه الإنجازات الدنيوية يقف أمام نفسه فيحاسب نفسه، إن وجد خيرا، إن وجد أنه حقق ذلك المستوى الذي كان يطلب منه فهو في خير، وإن لم يجد نفسه حقق ذلك المستوى فعليه أن يصحح الأخطاء، ليتدارك ما فات. ثم الإنجازات الأخروية، لأن النجاحات بالنسبة للدين الإسلامي ليست هي النجاحات بالنسبة للدنيا، معايير النجاح في الإسلام وفي الكتاب وفي السنة تختلف عن معايير النجاح بالنسبة للبشر. لأن مثلا الفقير يرى نجاحه في أن يصبح غني على دنانير، الأعزب يرى نجاحه في أن يتزوج، المتزوج يرى نجاحه في أن ينال الذرية، الانتقال من حال لحال أفضل، هذا هو النجاح في حد ذاته، المفهوم البشري أو الوضع، المفهوم البشري الوضع. لكن النجاح في المفهوم الرباني، في المفهوم الإسلامي، في المفهوم الديني، في المفهوم الأخروي، نجاح آخر تماما. قال ربنا عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال: لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة، كما جاء في الحديث، ما سقى كافرا منها شربة ماء. يعني الدنيا في ميزان الله عز وجل، النجاح الحقيقي في ميزان الدين، هو النجاح الأخروي، هو النجاح أن يكون الإنسان صالحا، أن يكون تقيا. قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس هو نجاحكم أو أكثركم مالا أو أكثركم ذرية أو أكثركم أزواجا أو أكثركم تجارة وأوسعكم. لكن النجاحات الدنيوية صحيح مطلوبة، ويطلبها من الإسلام، ويطلب منا هذه النجاحات، لكن
هناك خيط رافع ينبغي أن يعرفه الإنسان، وأن النجاحات الأخروية لا ينبغي أن توضع جانبا وتتقدم عليه النجاحات الدنيوية، أو بمعنى آخر لا ينبغي أن تطغى هذه النجاحات الدنيوية على النجاحات الأخروية. يجب أن تمشي هذه النجاحات مع بعض، مع بعضها أعمل لدنياك وأعمل لآخرك. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه: اغتنم خمسة قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وموتك قبل حياتك، وغناك قبل فقرك، وصحتك قبل سقمك. يعني يرشدنا إلى أن نغتنم هذه الأوقات، أن نغتنم الحياة قبل الموت، أن نغتنم الصحة قبل المرض، أن نغتنم الغنى قبل الفقر، لأن الدهر يتقلب، لأن الدهر يتقلب. ولا نعيب الزمن، فلا نعيب زماننا والعيب فينا، والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا، لأن الدهر يتقلب. لذلك في مختصر مفيد، ما الحكمة من تقلب الدهر من تعاقب الليل والنهار؟ الحكمة من تعاقب الليل والنهار أن يدرك الإنسان الهدف من حياته. يعني خلقنا ربنا عز وجل قال أن بني آدم، الدنيا بالنسبة لبني آدم دار عمل لا دار جسد. هذا بالنسبة للمسلم، من آمن بالله، لما شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، دار عمل لا دار جسد، أنك تعمل في هذه الدنيا، ثم لا تجازى في هذه الدنيا، وإنما الجزاء في الآخرة. وتعاقب الليل والنهار، تعاقب الليل والنهار هو يحرضك على هذا العمل. يعني كثير من الناس الآن، ربما كثير من الشباب، الناس في تيهان عظيم، خصوصا الشباب، يقولون نقتل الليل، نقتل الوقت، خلونا نقتل الوقت، خلونا نفوت الوقت، نروح نمشي القهوة، نروح نمشي هذيك، نبغي نقتل الوقت. يعني لو تقف أمام مرة أسبوع من حياتك، هذه أول حاجة. ثاني حاجة، العمر الذي يمر، أنت لن تستعيده، أنت لن تستطيع لو أنفقت ما في الدنيا جميعا. يعني كان عندنا وقفة مع إنسان أصابه مرض عفان الله وإياه، إنسان من أغنياء أغنياء الجزائر، يعني حينما مات ترك ثروة تقريبا 1,000,000,000، أصيب بمرض، عمره في الخمسينات، أصيب بمرض، ذهب للأمريكا يعالج فلم يعالج، ذهب لإسبانيا يعالج فلم يعالج، ذهب لبريطانيا فرنسا. في كل هذه حينما سجل حانت ساعته وفاته توفيت. يعني قل له أن ينفق 1,000,000,000 لتزيده دقيقة واحدة، لن تستطيع، لن تزيد أبدا. يعني أنه أن تعاقب الليل والنهار كأنه يخاطبك، كأن الدهر يخاطبك، كما قال صلوات ربي وسلامه: أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني، واغتنم الوقت، أن ندرك أن الليل والنهار إذا مر لن يعود. حكمة منه أن يعرف الإنسان هدفه، أن ينظم الإنسان حياته، أن يعرف الإنسان قيمة وقته الذي أنعم الله به عليه. هذا النعمة التي أنعم الله بها علينا ينبغي أن تنظم، ينبغي أن تعرف قيمتها، ينبغي أن ترتب، أن يرتب الإنسان حياته. ثم يقف أمام نفسه وقفة، يقول: أنا العام الماضي كنت لا أصلي، أنا من بدأت العام أصلي، العام الماضي كنت متذبذب في الصلاة، أنا من حافظ على الصلاة هذا العام. ويعلم من نفسي ويعلم من خاطري أن قال صلوات ربي وسلامه عليه: لا تزول قدم عبد يوم القيامة، لا تزول قدم عبد يوم القيامة، يعني أن قدماه لا تحطم في الأرض، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: أولها عن عمره فيما أفنى. أول ما ستسأل عنه مرتبط بالوقت، دقات القلب ونبضات القلب دقائق وثواني، له أن الحياة دقائق وثواني، الحياة الزمن دقائق وثواني. بارك الله فيك شيخ، نشكرك كثير على حضورك معنا هذا البرنامج دوحة، ولسماع الأحداث التي بحولنا في أوقات طيبة. الله يشكرك. مشاهدينا الأفاضل، لا زلنا معكم من خلال برنامجنا دوحة لقناة القرآن الكريم، لحظات قليلة
اجمال لعالم الصناعات التقليدية. لقناة القرآن الكريم بالتلفزيون الجزائري، معكم على المباشر. أسلفت الحديث عن الصناعة التقليدية طبعا وارتباطها بالمشهد السياحي العصري، هو موضوعنا في هذه اللحظات ضمن فقرة جديدة من فقرات برنامج ضحى لقناة القرآن الكريم بالتلفزيون الجزائري. طبعاً لإفراهي النقاش في هذه النقاط، أستضيف معي على المباشر الأستاذة سعاد الدولي، أستاذة بجامعة طهري محمد بشار. صباح الخير ومرحبا بك أستاذ. أهلاً ومرحباً، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلاً بكم وشكراً على الاستضافة. يعطيك الصحة، شكراً على تلبية الدعوة والحضور معنا في برنامج ضحى والحديث كما قلت عن السياحة. كنتم فاعل في الميدان أو فاعل ميداني ضمن سلسلة بحوث وعمل ميداني سياحي.
عندما نتحدث عن السياحة في مفهومها العام، دعينا نضع السياحة التقليدية جانبا، لكن نتحدث عن السياحة في مفهومها المحدد ومفهومها الأصلي. إذن أنا دائما أتكلم عن السياحة وأقول هو ذلك القطاع سهل الممتنع. قطاع السياحة هو قطاع سهل، ولكن في نفس الوقت فيه بعض التعقيدات، والتعقيدات الموجودة على مستوى القطاع السياحي نستطيع القول أنها نابعة من ممكن لحد الآن عدم إدراكنا للمفهوم الحقيقي للسياحة الحديثة. السياحة الحديثة نتكلم الآن عن صناعة السياحة. صناعة السياحة تكون بدرجة الأولى وعي مجتمعي بأهمية هذا القطاع، وتسليط الضوء على المقومات أو القدر نقولها بكل صراحة على المنتجات السياحية الموجودة في المنطقة. لحد الآن لم تبرز ولم نستطيع تحديد ما هي المنتجات المتوفرة على مستوى القطاع السياحي مستوى الوطني، وخاصة ما أننا في الصحراء المنتجات السياحية الصحراوية، بالرغم من توفر عدة منتجات، لكن لحد الآن مش واضح لحد الآن ما هي المنتجات التي نستطيع تسليط الضوء عليها والاستثمار فيها بجهد. طيب نقول تتغير المفاهيم بتغير المعطيات وما يطلبه السوق. عندما نتحدث عن الصناعة نتحدث عن التسويق. هنا أكيد يعني وجهان لعملة واحدة، صناعة مقابلها تسويق. التسويق للسياحة خاصة السياحة الصحراوية له عدة أوجه. حديثنا عن صناعة السياحة في حد ذاتها حديث هو حديث جديد، حتى لا أكرر كلمة حديث أو كلام حديث عن السياحة في حد ذاتها. اليوم عندما نتحدث عن السياحة خاصة السياحة الصحراوية في واجهة أخرى نقف عندها فيها العديد من المقومات. فعلا نتكلم عن التسويق، لا نستطيع أن نتكلم عن التسويق دون أن نتكلم عن المنتج. نبدأ بالمنتج. دائما نتكلم عن المنتج ثم بعد ذلك نتكلم كيفية آلية التسويق له. إذا ما هوش متوفر عنها لحد الآن شعار منتجات سياحية على مستوى ولاية بشار، وكان يوم دراسي في الأسبوع الماضي حول تفعيل رأس المال الفكري، وكنا استضفنا غرفة الصناعة التقليدية ومديرية السياحة والديوان المحلي السياحة، كنا ناقشنا هذه الجزئية وهي المنتج السياحي. إذا عندما نتحدث عن الصناعات التقليدية نشاهد في نفس الوقت هذه الصور التي تستعرض جملة صناعات تقليدية. على هامش هذا اليوم الدراسي اللي كنا حضرنا فيه، حضرنا هذا اليوم الدراسي في جامعة طارق محمد، كان حقيقة اكتشفنا منتجات تقليدية وحرفيين. المشكل اللي يواجه الحرفيين هو مشكل تسويقي بامتياز، تسويق هذه المنتجات. لما نتكلم على المنتجات اللي عرضوها الحرفيين كانت في الحقيقة من مواد أولية طبيعية خاصة بالمنطقة محلية. نتكلم على منتج تعليق اللي مربى التمر، نتكلموا على مواد تجميل كانت طبيعية كانت عرضتها الحرفية. إذن والفضل طبيعة الحال يعود لغرفة الصناعة التقليدية ومرافقتهم من خلال دورات تكوينية قامت بها كيفية التسويق والتسيير المالي والإداري لهذه المؤسسة. في هذا الإطار أنا نتكلم على دور الجامعة في تكوين الحرفيين ومرافقة على هامش هذا المهم. يوم دراسي كنا عقدنا اتفاقية ما بين الجامعة والغرفة من أجل تعزيز تكوين الحرفيين وتسليط الضوء على المنتجات التقليدية، وكنا طرحنا إشكال كذلك ما هو شعار المنتجات التقليدية مزوج على مستوى بشار. وجدنا مشكل كبير، وهذا في حد ذاته أمر إيجابي وأمر كذلك في إيجابي، لأن تنوع المنتجات السياحية لما نجي نشوفوا في مثلا الواتا موضة الأحمر، تشوف عبادلة، تشوف قناصة، كل واحد فيهم عنده منتج خاص به، واللي قدرناش نحدوا المنتج
قدروا نقولوا منتج يمثل ولايه بشار، او ممكن احنا كنا تكلمنا ممكن نقولوا اسم المنتج يمثل كاع الصابره، وناخذوه كعينه. لحد الان صراحه المشكل التصوير، التصوير بيننا وبين المنتج، لما نحدد منتجاتنا لا نستطيع ان نتكلم عن التسويق بهذا. هذا التسويق الجزئي، لكن التسويق الشامل اللي هو تسويق الواجهه السياحيه، تسويق الفعل السياحي. ذكرتي الواتا، الواتا اللي هي طبعا دائره من دوائر ولايه بني عباس الفتيه، واللي فيها قصر البياضه يتميز بسرعه الفخار عمل عن جد بعد عائله الشاتوف. طبعا هذا النموذج في حد ذاته يعني يعد واحد من اهم المقومات. نعم فعلا، والواتا هنا كذلك اذكر كاين هناك جمعيه للتوراوت، جمعيه متميزه في ابراز الوجهه السياحيه للمنطقه. اذا المنتجات المتوفره على مستوى، نقدر نقول متوفره على مستوى ولايه بشار، هي منتجات متنوعه، والمنتجات عفوا التسويق لها يتطلب عده اليات. اهمها المزيج التسويقي اللي راح ناخذوه، اهمها هو راح نتكلموا على الترويج، والترويج في حد ذاته فيه مزيج. نتكلموا على الاعلان، نتكلموا على العلاقات، نتكلموا على إذن كاين مزيج كذلك ترويج كل متكامل. لما ذكرت لي على التسويق الشامل، هنا لازم ما ننساوش جزئية مهمة جدا، هو الوزارة الوصية وضعت لنا مخطط توجيهي للتهيئة السياحية لآفاق 2030، وخصت المخطط التوجيهي للمنطقة تمت المصادقة عليه في 2016. فيه شق كبير جدا حول التسويق والترويج للمنتجات السياحيه المتواجده على ولايه بشار. طيب احنا شفنا نموذج من معرض الصناعه التقليديه ضمن يومي بجامعه طارق محمد بشار، نشوف نموذج اخر للمتاحات السياحيه للسياحه الشتويه لايمن حنفي. هذه هي تاغيت، المدينة الساحرة تحلى بحلول موسم السياحة الشتوية، تستقطب الزوار من جميع الأنحاء، والقادم إليها يبحث عن مكان يناسبه للمكوث به حسب الفرص المتاحة. السيد مكي وبعد وصوله لتاغيت اختار أحد الفنادق الفاخرة بالمدينة التي تقدم خدمات راقية، فهي خيار محبي العصر الذي وسط الصحراء. اخترت هذا المكان للسياحه، كانه متميز عن الباقي الاخر، ونحن نبحث في ديكوفري نوتخ سارا، نوتخ بي، نوتخ ريشيس دو نوتخ بي، وكانت الخدمات فريمون فورميدابل. وفي تجربة مغايرة تماما بقصر تاغيت العريق، رممت وجهزت بيوتا لاستقبال السياح تسمى بالإقامة لدى الساكن. الزائر يعيش فيها جو يحاكي الماضي والتراث، إقامة وسط تفاصيل تقاليد المنطقة بين البساطة والجمال. الإقامة تحب ما شاء الله يعني جهاز تقليدي لمزلت حافظين العادات والتقاليد وجدودهم. يعني المسيح كي جينا يعني يتفاجئ يعني بالتقاليد تاعهم، بالديور تاعهم اللي مخدومة من الطوب والطين، يعني لا كليماتيزور لا سخان لا، يعني حاجة رائعة يعجز التعبير. هذا المنزل قديم يعني تاع الجد تاعي، وعاودنا نعتبر كي عاودنا نعتبر من الخلطي درنا هنا نستقبلو فيها الزوار كثير، عاودنا نعتبر ودرنا نستقبلو فيها الزوار. يعني الزوار يجيو لنا من كل مكان سواء تاع البلاد ولا ميتولوجي، ودايرين انا نستقبلوهم في المنزل هذا اللي يطلبوا المأكولات المحلية تاع المنطقة، وكان يضمن بها كاش بلاصة وندير يعني بيوتنا اللي بيجمو هنايا. إن شاء الله كاع الناس تكون عندها غيرة باش يخدموا لنا هاد كاع الموضوع ديالهم، يخدموا هكا مكان والناس تلقى وتجي تستراح، ومن كاين يوجدوا ناس من يلقاو صوالح ومن يريحوها.
عشاق الطبيعة الصحراوية خيار آخر يقود السيد صلاح الدين لمخيمات وسط الواحات يبحث عن الهدوء والتقليد غرف وخيم ونخيل محاط به وجده هنا يشخص الخيمة يشخص الرب افتعت هنا ومكرا جديدية وفي يتعاون له بس أتولح يا سقسيت على من الخيمة من الخيمة قالوا إذا روح عند إبراهيم هذا إبراهيم هذا أنا عند إبراهيم أي ما تفضل إبراهيم الخيمة تفضل الشغل صد راحتي هنا يا فهم الله هذا اللي نحوس عليه ما تخدي سيو تعمل تعال التقليد عاملين هنا يا دائما نسعر باش يكون مواطن ولا اللي يجي مع العائلة ديالو يكون عنده يدي على الأقل اكسبيرونس شابة الشيء المولى في هذه الخدمات خيم موجودة في عمق العيد العربي الكبير وداخل الواحات والشبان اليوم لديهم كثير من المبادرات من أجل تحضير إقامات يعني تقليدية إقامات عائلية سواء كانت لدى الساكن أو حتى في الفضاءات المفتوحة في واحد ثالث هذا وتسعى التعريف لتوفير أفضل الأجواء لزوارها من خلال توفير الإقامات السياحية الرائعة والاستثمارات الخاصة أيضا من أجل تطوير القطاع وللسائح الاختيار. شكرا أيمن تعيد مركب مسجلة في عالم السياحة بما تتيحه للزائر من تنوع وتضاريس وثقافة وفن. إذن أعود لضيفتي أستاذة سعاد الدولي أستاذة بجامعة الطاهر محمد بشار. تحدثنا عن العديد من النقاط ربما في عجالة مررنا على العديد من النقاط المتعلقة بعالم السياحة والصناعات التقليدية حتى نشدد على ارتباط هذا العنصرين لا مناص من جعل الصناعات التقليدية لسيقة بالسياحة لأنه في شيء تكامل بيناتهم. الآن بلا شيء تقني بحت إذا كان ممكن أستاذ الحديث عن آليات التسويق لهذا المشهد أنت كباحثة وابنة المنطقة ما هي الآليات التي ترينها مناسبة لتقييم هذا المشهد وتقديمه في أطباق تجذب السياح؟ مثل ما نتكلم عن الآليات لازم أن أشير أولا إلى أهمية القطاع السياحي لأنه قطاع أفقي لما ينهض قطاع السياحة كل القطاعات تنهض بالموازاة مع قطاع السياحة وبالتالي تنمية محلية إذن راح نتكلم على أول آلية ونشوفها بأهم آلية لازم نعطوها هي تسهيل الخدمات السياحية وتقديمها ما نقدرش نتكلم على السياحة دون أن أتكلم على الخدمات السياحية بشتى أنواعها من السياحة مرتبطة بقطاع النقل مرتبطة بقطاع لما نتكلم كذلك على الإيواء لما نتكلم على الصناعات التقليدية والأطباق التقليدية كلها لازم تكون هناك تسهيلات لتقديم وجودة هذه الخدمات السياحية. نتكلم كذلك آلية ثانية هي الوعي المجتمعي وزرع الثقافة السياحية في بعض الأحيان نقدم الثقافة السياحية على الخدمات في بعض الأحيان تكون الثقافة السياحية هي الدرجة الثانية الثقافة السياحية وزرعها من خلال المجتمع المدني وتكوين وتأهيل الجمعيات الفاعلة في القطاع السياحي من خلال مقاربة تكلمت معك عليها مش مقاربة تشاركية ما بين مديرية السياحة ديوان محلي السياحة غرفة الصناعة التقليدية وكذلك الوكلاء السياحة وحتى الجماعات المحلية اللي لازم يكون عندهم دور كبير في هذا المجال. نتكلم كذلك الفاعل بين كل هذا الفاعل هو المواطن هو المواطن احنا لما نتكلم عن حوض السياحة المواطن هو بالدرجة الأولى الفاعل هو المستقبل هو المقدم هو نتكلم في بعض التجارب قمت على مستوى الدول اللي راجت في الموعد السياحي أول خطوة بدأوا بها هي المواطن
كيف يمكن للمواطن أنه يستطيع أن يقدم معتقده بعاداته محافظ على عاداته وتقاليده؟ وهنا أتكلم على نقل التجارب ومحاولة تطبيقها عندنا في المنطقة دائما يربط بالفشل. لماذا؟ لأن لا نأخذ بعين الاعتبار العادات والتقاليد وثقافة المواطن. كل مواطن في بيئته له مميزاته وخصوصيته يختلف عن مواطن في بيئة أخرى. نتكلم على آلية أخرى وهي نتكلم على تشخيص واقع السياحة في المنطقة، ما هي المقومات المتوفرة على مستوى المنطقة وتثمينها. لما نتكلم على مقومات المنطقة أكيد أن يكون تذكرت المنتجات السياحية المتوفرة في المنطقة. حقيقة مستوى منطقة الثورة على العموم فيها على مدار السنة سياحة، وليست فقط السياحة من سبتمبر لما انطلق سياحة من سبتمبر إلى غاية جانفي. السياحة بعدة أنواع. نعم، إذا هناك نقدر نتكلم على السياحة العلاجية، وقد في بعض الأحيان يقول أن السياحة العلاجية فقط الردم في العمال. لا، في المنطقة هناك عدة أنواع من السياحة العلاجية على مستوى المنطقة، وتكون في الصيف في الربيع في السياحة الرياضية، سياحة المغامرات مؤخرا بدأت تسلط الضوء عليها في اكتشاف البرية، السياحة كذلك سياحة الرياضات. نعم، يؤسفني كثيرا لما نتكلم عن السياحة في المنطقة ونتكلم فقط عن منطقة تعيس. نعم، فعلا وهذا شوف منطقة تعيس لا نختلف عن أهميتها. منطقة تعيس منطقة سياحية بامتياز جنة. عندنا نتكلم عن تاريخ، نتكلم عن الكتبان الرملية، نتكلم عن تستطيع كل أنواع السياحة متوفرة على مستوى تاريخ. لكن لما نروح فقط قصور الشمال كذلك هناك مغادر، هناك سياحة المغامرات لاكتشاف بعض الحيوانات، حتى السياحة العلمية لما نجد مثلا خط موريس وبعض الأبحاث اللي قاموا بها أساتذة توثيق تاريخي. إذا منطقتنا غنية وثرية جدا جدا. ربما سوف تكون لنا الفرصة أستاذ سعاد دولي للحديث عن الأحوال السياحية في الجنوب الغربي الجزائري، خاصة ولايتي بشار وبن عباس مستودع. نشكر كثيرا لحضورك معنا ضمن برنامج حلقة نادرة الكريم. أمنينا أن تعودي مرة أخرى لنناقش العديد من المواضيع المتعلقة بذات الشأن. شكرا. مشاهدينا الأفاضل، رحلتنا متواصلة على الهواء مباشرة من قناة القرآن الكريم للتلفزيون الجزائري، محطتنا اللحظة من تقديم فرقة الأضواء لولاية أضرار، العمل من إنجاز المخرج أحمد بصبح. I'm gonna make it.
مرحبا بكم مشاهدينا الافاضل من جديد. هذا برنامج ضحى لقناة القرآن الكريم للتلفزيون الجزائري. حديثنا اللحظة سوف يكون عن عالم السلامة المرورية، طبعا عبر الطرق، والحديث عن هذا الموضوع صديق من خلال اليوم في هذه الفقرة من برنامج ضحى النقيب بركان فارس، قائد فصيلة أمن الطرقات للدرك الوطني الشار. السلام عليكم. أولاً أقول وقبل كل شيء تحية صباحية إليك والطاقة العامل معك، ومن خلالكم أزف تحية صباحية إلى المشاهدين. أشكركم على الدعوة وحسن الاستضافة. يعطيك الصحة، شكراً ومرحبا بك معنا في برنامج ضحى لقناة القرآن الكريم. حديثنا أول شيء راح يكون على الحملة الوطنية التي يطلقها جهاز الدرك الوطني بمناسبة سوء الأحوال الجوية، طبعاً فصلية، تحت شعار السياقة بحذر وقاية من الخطر، والتي تتواصل إلى غاية 15 جانفي من سنة 2023 إن شاء الله. نعم، حقيقة نظمت قيادة الدرك الوطني حملة تحسيسية وطنية من 15 ديسمبر إلى 15 جانفي 2023 بمناسبة التقلبات المناخية، ونحن حاليا في فصل الشتاء تحت شعار السياقة بحذر وقاية من الخطر. وفي هذا الإطار نظمت القيادة مجموعة من الإجراءات المتمثلة في التكييف من السدود والدوريات والنقاط المراقبة، خاصة في النقاط والمقاطع السوداء التي تشهد عودة المرور، وهذا من أجل خلق الاتصال المباشر والاحتكاك مع مستعملي الطريق من أجل توعيتهم وتقديم لهم النصائح والإرشادات، وذلك وكل هذا من أجل تفادي وتقليل من حوادث المرور. طيب، عندما نتحدث عن السدود ونقاط المراقبة اللي من خلالها يتم نشر الوعي وتقديم النصائح والإرشادات لمستعملي الطريق، نقول هو اختصاص الدرك الوطني وخارج الوسط الحضري، خاصة على المحاور الكبرى التي تربط بين البلديات أو المدن عموما. هذه المحاور أو هذه النقاط هي ثابتة يوميا في برمجة جديدة للنقاط المبرمجة. في إطار الحملة التحسيسية هناك نقاط ثابتة، نعم، وسدود ثابتة من أجل خاصة كما قلت لك حيث النقاط والمقاطع السوداء التي تشهد عودة المرور، فإن عناصر الدرك الوطني تجدهم متواجدين هناك بصفة دائمة ومستمرة، وذلك من أجل حث المواطنين كما قلت لك على تقليل من السرعة وتقديم النصائح والإرشادات من أجل القضاء وعلى الأقل التقليل من نسبة حوادث المرور. طيب، عندما نتحدث عن النقاط السوداء والمقاطع السوداء في تقريبا القضاء على بعض المناطق السوداء، في نقاط سوداء اللي بقت مستعصية
على جهاز الدرك الوطني وحتى على مستعملي الطريق. ربما هذه النقاط السوداء تتعلق اساسا بطبيعه المناخ وطبيعه تضاريس المناطق. نعم، توجد هناك مناطق راجعه الى كي توجد راجعه الى المناخ الى حاله طريق الى الكثافه المروريه كذلك. وتوجد بعض الطرق يعني نشاهد فيها منعرجات خطيره، مناطق تشمل منطقه عبور الجمال التي كل هذه تعتبر مناطق سوداء تكثر فيها حوادث المرور. وقياده الدرك الوطني وقياده المجموعه الاقليميه للدرك الوطني بابشار في محاربه هذه الظاهره وضعت تشكيل ثابت ومتحرك دائما متواجد في النقاط والمقاطع السوداء. طيب، للوقوف عند هذه الحمله الوطنيه التي يطلقها الدرك الوطني، نطالع هذا الموضوع ثم نعود. بهذا الطريق جنوب مدينه بشار تسلكه المركبات المتجهه الى مدينتي تاديت وعباطله. مع نهايه السنه حركه واسعه للسيارات السياحيه، الشاحنات وحافلات نقل المسافرين. أمر يستوجب الحيطة والحذر أثناء القيادة. هذا ما يسهر عليه رجال الدرك الوطني. ما دام الانسان ما يعرف شيء لازم يخترق على المرور. الحمد لله جينا من العرش حتى مريحين الحمد لله. حتى شغل مغاصتنا ولا عفسه هكا ما جينا حتى عفسه. والحمد لله والحمد لله اللي كان الان. كما ذكرت على مشيت فيها السياحه في 2019 دور في الخبريه. الناس مش شاطره. خلينا نستنى ساعة مسافة أمنية مسابقة لفارة بشارة مرور. الحملات التحسيسية تنظم بصفة دورية ومستمرة وعبر مختلف طرقات الولاية تهدف للتقليل والحد من حوادث المرور، وخاصة النقاط والمقاطع السوداء التي شهدت حوادث للمرور. كما وضعت برنامج تحسيسي وتوعوي طيلة فترة هذه الحملة وذلك لمجابهة هذه الظاهرة. هذه الحملة موجهة أساسا لفائدة مستعملي الطريق من أجل توعيتهم بالمخاطر الناجمة عن حوادث المرور. انطلقت الحملة من 15 ديسمبر لتنتقل غاية 15 جانفي المقبل. شكرا أيمن حنفي على هذه الورقة الصحفية المتعلقة بالحملة الوطنية للوقاية من حوادث المرور. طبعا وفق سوء الأحوال الجوية والتي أطلقها جهاز الدركي الوطني، يحضر معنا النقيب أمريكان فارس لمواصلة الحديث عن شأنها الطرقي والأمن عبر الطرق. تحدثنا عن هذه الحملة والتي طبعا يدخل ضمنها كذلك مخطط أمني خاص بعطل نهاية السنة خاصة في الطريق الوطني رقم 6 والطريق الوطني رقم 50. نعم، حقيقة بمناسبة عطلة نهاية السنة الميلادية صدرت منظمة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بابشار مخطط عمل خاص من أجل حماية وتأمين ومرافقة مستعملي الطريق، خاصة وأن مدينة بشار تشهد كثافة مرورية خاصة من خارج الولايات قادمين إلى متوجهين إلى بشار وخاصة إلى مدينة تعيد، وذلك للاحتفال بالعطلة. قيادة المجموعة بالطبع سطرت برنامج يتعلق بكذلك سدود ودوريات، بالإضافة إلى الدوريات المترجلة في المناطق التي تشهد كثافة مرورية وفي المناطق التي تشهد احتفالات كمدينة تعيت. وتواجد الدرك الوطني في هذه المرحلة مستمر 24/24 في السدود والطرقات وفي كل الأماكن التي تشهد الاحتفالات. طيب، نقول العطلة هي فرصة للترويح على النفس، هي فرصة للاستراحة والاستجمام، ربما أختصر من الراحة من الدراسة من العمل من عناء اليوميات المتعبة ومتنفس للجميع، لكن لا نجعل من هذه العطلة شيء ربما ليسجل استياء مثل حوادث المرور. في العمل الميداني لعناصر الدرك الوطني فيه فيها اولا التحسيس ويجي بعده الردع، لكن في الفتره هذه فيها استثناء، فيها التحسيس تحسيس تحسيس من بعد الردع لازم الردع. يعني حقيقه ونحن الان في فتره الحمله التحسيسيه نفضل الحديث اكثر عن التحسيس بدلا من الردع.
المواطنين على احترام قانون المرور، التقيد بتعليمات قانون المرور، الحد من السرعة المفرطة، بالإضافة إلى كما قلت بما أننا في مرحلة تحسيسية، عدم خاصة القادمين إلى مدينة بشار، يعني بمناسبة نهاية السنة القادمين إلى بشار والذين مدة سياقة طويلة عليهم الاستفادة من الراحة، تفادي التعب، تفادي الإرهاق. علميا هي من المفروض كل 4 ساعات يجب على السائق أن يستريح نصف ساعة. فيما يخص نقل البضائع ونقل المسافرين يجب عليهم دائما أن يكون بسائقين، خاصة الحافلات. سائق المناوي بالطبع يجب عليها كل حافلة أن تتوفر على سائقين. وفيما يخص وكذلك بما أننا في فصل الشتاء على السواق اقتناء إطارات خاصة بفصل الشتاء، وعليهم المراقبة الدائمة والمستمرة لحالة المركبة على سبيل المثال مساحات الأضواء. كل هذا على السائق أن يأخذها بعين الاعتبار من أجل تفادي وتقليل من حوادث المرور. طيب لما في الفترة هذه اللي فيها كما قلنا سوء الأحوال الجوية والتقلبات الجوية المفاجئة، وفي كذلك اكتظاظ مروري خاصة في الطرق التي تشهد على مدار السنة سلاسة، يعني طريق ثالث تقريبا، سيارة 2 3 يعني سيارة تعد على الأصابع، لكن في الفترة هذه تكون في الكثير من السيارات والمركبات بهذا الطريق، خاصة الدراجات النارية من حجم كبير، الشاحنات، السيارات السياحية. ما المطلوب ولا ما هي النصيحة التي يقدمها جهاز الدرك الوطني لمستعملي الطريق في هذه الفترة وهذه الظروف؟ أولا وقبل كل شيء كما قلت لك على السواق احترام قانون المرور، وكذلك تفادي التعب والإرهاق، بالإضافة إلى المراقبة الدائمة والمستمرة للمركبة. كما في حالة التقلبات الجوية على السائق أن يكيف سرعته، أن يكيف السرعة التي يمشي بها حسب حالة المناخ، وخاصة عندما تكون زخة المطر الأولى عليه أن يكون ذكي وحريص على كيفية استعمال نظام الفرامل، خاصة مع الزخة الأولى النظام الفرامل يجب أن يكون ذكي ويجب أن يتكيف مع كيفية استعمالها، وذلك لتفادي حوادث المرور وحتى يكون متحكم بالمركبة، بالإضافة إلى تفادي البرك المائية، والمطبات، وتقيد بتعليمات وإشارات الموجودة على الطريق. عندما يكون اكتظاظ مروري فهنا ونقول احترام قانون المرور الحديث معنا على أمرين، أولا السرعة، ثانيا مسافة الأمان. نعم، السرعة دائما السرعة هي العامل الرئيسي والأساسي في زيادة حوادث المرور. السائق عندما يكون يمشي بالسرعة القانونية تأكد أنه لن تكون نسبة حوادث المرور كيف كانت راهية آنذاك. وعليه على السائق التقيد بالإشارات التحذيرية الموجودة على الطريق. على سبيل المثال عندما تجد إشارة تحذيرية 100 على السائق يزحرق بسرعة 100 كم في الساعة. وكذلك فيما يخص المعارجات، عندما توجد إشارة على سبيل المثال منعرج نحو اليمين، على السائق أن يكون حريص ويطلع على الإشارة الموجودة على الطريق. إشارة المرور هي خطاب الطريق لمستعمليها. نعم، الطريق تتحدد إليك، تقول لك هكذا، السرعة تحدد لك السرعة، تأكد أن كل سائق يتقيد باللافتات الموجودة على الطريق سوف تقل حوادث. من خلال وقوفكم الميداني النقيب بركان فارس، وقوفكم الميداني على واقع مسرح الطرقات من حوادث المرور بمختلف مستوياتها وتفاوت خطورتها، إلى حد الساعة في إقليم ولاية بشار ما سجلتم من نقاط ومسببات لهذا الأخير؟ دائما نقول أن العنصر البشري هو المسبب الأساسي، لكن في مسببات أخرى تصاحب هذا المسبب الأساسي. نعم، هي بالإضافة إلى العنصر البشري حالة الطريق مثلا، فيزيائية الطريق، بالإضافة إلى المركبة. على السائق دائما قبل تشغيل المركبة وقبل الإقلاع عليه دائما مراقبة مركبته، مراقبة العجلات، مراقبة المساحات، مراقبة مستوى الزيت، تقديم المركبة من فترة إلى فترة إلى الورشة للقيام بالمراقبة التقنية، بالإضافة إلى حالة الطريق. طيب
ثقافة التواصل مع جهاز الدرك الوطني ومع الأجهزة الأمنية أصبحت الآن رائدة، وذلك بكل ما تتيح الأجهزة الأمنية من وسائط للمواطن حتى يسهل المهام المأمورية. في أرقام خاصة بجهاز الدرك الوطني للتدخل السريع، وفي كذلك صفحة على فيسبوك كان فيه موقع خاص بوزارة الدفاع وفيه جناح خاص بالدرك الوطني. نعم، قيادة الدرك الوطني أنشأت الموقع، أنشأت الصفحة التاريخي، وذلك للاستفسار عن الحالة المادية لشبكة تطبيقها. وذلك ليكون المواطنين يستطيعون من خلالها الاستفسار عن الحالة المادية لشبكة الطرق. آنياً ولحظياً. كذلك أرقام رقم أخضر خاص بالأرقام. نعم، وكذلك المعمول بالرقم الأخضر 1055، وذلك من أجل التبليغ أو طلب المساعدة في كل الظروف. نعم، في مكالمة تتصل ل ربما الدرك الوطني خاصة بالاستعلام، فيها مشات يعني نعم، الرقم الأخضر يستقبل مكالمات خاصة في بعض الحوادث أو للتبليغ عن أي شيء. خاصة حوادث مرور الجميع، الكثير من المواطنين يتصلون على الرقم الأخضر 1055. تبليغ نعم، جميع الحوادث المرور أصبحت حاضرة. أنت من ممكن ثقافة التبليغ أصبحت حاضرة وفرض ذاتها أن تكون ثقافة الاستعلام تسبق التبليغ. استعلم قبل أن نعلم. بارك الله فيك، نشكر كثير النقيب أركان فارس قائد فصيلة الطرقات للدرك الوطني على حضورك معنا، وكان النقاش في هذه النقاط المتعلقة بالحملة الوطنية وبالسلامة المرورية. نعم، شكرا لك سيدي، كما أشكركم على الاستضافة والحصول. بارك الله فيك. محطة ووصلة إنشادية جديدة من برنامج ضحى لقناة القرآن الكريم للتلفزيون الجزائري. I'm
فاضل في كل مكان برنامج الضحى معكم على المباشر. الحديث مع هادي الحدث سيكون عن المسرح، المسرح الذي يحضر من خلال اليوم الفنان المسرحي بشير سامي بالمسرح الجهوي محفوظ بن دهين. اهلا وسهلا بك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم سي هشام، وسعيد بهذا اللقاء معك. يعطيك الصحة. ونحب تحياتي ليك وكل المشاهدين الافاضل من قناة القرآن الكريم. يعطيك الصحة ومرحبا بك مرة أخرى. بشير سامي فنان مسرحي الآن تنشط ضمن المسرح الجهوي محفوظ بن دهين عالم يعجب الشعب. حديثنا في بداية هذه الفقرة يكون عن الحركة المسرحية التي شهدت نقلة نوعية، الحركة المسرحية بين الأمس واليوم واقع آخر. شكرا لك هشام. والله أخي الحركة المسرحية في الشعر الآن نظر حاليا يعني كفنانين أو كمتذوقين للفن بصفة عامة، في السابق كان بزاف من رواد رغم أنه كان المناضلين والمكافحين في هذا المجال، لكن كنا نحتاجوا بحكم إمكانية ما كانش الواقع الجغرافي. الآن المسرح الجهوي اللي هو مسرح جهوي محفوظ بن دهين بشار اللي يترأسه المدير السيد هلال عبد الله الفنان الشفاء الهاجي، سيارة هنا في دار 10,000 في تاكسي كبيرة حق أبو مفتوحة، وليس مشي على رجليك، وليس مشي على رجليك يعني في العقار يعني مرحبا بالجميع واضح. الإمكانيات متوفرة سواء كانت إمكانيات بشرية ومحيط طاقات ومحيط الفنانين. على سبيل المثال انتقل الأخ صديق الأستاذ مختار حسين مستشار فني هذا المسرح الجهوي بالشعر، يعني ممكن عدة مسارح جهوية طلبت الخدمات مثلا طلبت الطاقات اللي تلقاها، لكن كنا محظوظين كراها الآن عندنا في ولاية بالشعر. رجعنا في أول يعني أول تجربة لنا في بالشعر جاء بورشة طاقة ممثل إهداها ضمن رمزي لشبان وشابات ولاية بالشعر، والآن ثمنها بمشروع كبير ومشروع رائع جدا لأجل أبنائنا وأطفالنا عبر الابتدائيات على مستوى الابتدائيات، اللي هو مشروع تنمية مسرحية حلو، وكان للشرف أن يكون المنسق العام تاع هذا المشروع. طيب المشروع جسد على أرض الواقع، انطلق هذا المشروع مشروع حلو جسد منذ تقريبا منذ شهر أوت. أنا أقول لك شهر أوت لأنه مشروع حلو وليس كباقي المشاريع اللي يجيب يعني تشكل نموذج وتدخل به فقط التنمية، لا، المشروع له مخطط وبيان وكما نقولوا له خريطة مدروسة من دقة. صاحب المشروع اللي هو حسين مختار نوجه له تحية، جاب لحد الآن راه في 15 قصة في جميع التخصصات سواء تخصصات فنية أو علاجية في الجانب النفسي. جابوا الشبان وشابات ولاد الشعر أطروهم من بعد سلموهم في الأخير حقيبة تمارين. هذه الحقيبة التمارين مضبوطة بمحاور، كل محور مضبوط بتوقيت من 5 دقائق كان محور مثلا ربع ساعة موجه للتلاميذ ما بين 6 إلى 12 سنة، يعني الفئة اللي في المرحلة الابتدائية وهي الفئة اللي كنا حاسبين نهضر على نفسي. كنا حاسبين بلي أبنائنا مازال صغار مازال كبار، لكن اكتشفنا في نهاية المطاف أن أبنائنا يحملون هموم أكبر من الهموم اللي نمثلك إحنا الكبار. أنا لأنه ما عندهمش المجال وما عندهمش كيفاش أو السبل أو الطرق اللي يقدر يدناجوا واللي يقدر يخرجوا واللي يعبر على تلك المقبوسات. هذه حقيبة تمارين من خلالها نقدروا نديروا المرافقة النفسية عن طريق الفن للطفل. من خلال هذا القدر يمكن صنع جيل يقدر يصنع قراره أو جيل ولا شيء ما. طيب على ذكر ربما الجانب النفسي المتعلق بالمسرح أحتكم على الفنان بشير سامي باش نشوفوا موضوع آخر دائما يتعلق بالمسرح والطفل، لكن الطفل من الدولة الإمامية العالية لرشيدة بن عيان. هاي راح تظل الدارة في بداية
البشر مسرحية تعالج موضوع التنمر الذي يعاني منه الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في يومياتهم وفي شتى الأماكن خاصة بالدراسة والشارع أثناء التقائهم بالأطفال من سنهم. طبعا هذه المسرحية تعالج موضوع التنمر الذي يعاني منه الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة قدمت بدار الثقافة محمد قاضي بولاية بشار في إطار الأمسيات الأدبية لمديرية الثقافة انتقلت إلى تظاهرة فنية تحت عنوان المسرح الكلمة فيها سلسلة من المداخلات للأساتذة ذوي الاختصاص حول التنمر وهناك مشاركة لفرقتين مسرحيتين للأطفال في الابتدائي أطفال فرقة أكون تابعة لمسرح الجهوي بشار وفرقة ذوي الهمم لمدرسة الصم البطن بشار الجديد والمداخلات نتاعي هي تنمر خطر التنمر على الدرجة ذوي الاحتياجات الخاصة في الوسط العادي غادي نذكر الأسباب اللي تخلي اللي تعيق دمج هذه الفئة سواء في الوسط المدرسي ولا في الوسط الاجتماعي كما نعرف بلي هذا التنمر راه ظاهرة عالمية ما اقتصرتش سواء على الشخص المعيق راه تابع حتى العادية سواء كانوا كبار ولا كانوا صغار أولا غادي نذكر الجانب الأسري خاطرش الأسرة هي المنطلق الأساسي والمهم لسواء يكون فيه المتنمر ولا يكون فيه المتنمر عليه عندنا الجانب الاجتماعي كيفاش يواجه كيفاش نظرة المجتمع لهذه الفئة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة كيفاش يتعاملوا معاهم اسكو راهم متقبلين هذه الإعاقة يعرفوا كيفاش يتعاملوا معاهم على أساس هذه الإعاقة تاعهم ولا لا. شكرا لرشيد المعيان عودة لضيفي بشير سلمي في المال المسرحي بالمسرح الجهوي محفوظ بن دهينة بولاية بشار كان هذا موضوع أولى تعليقك على هذا المبادرة على كل حال هذا المبادرة أخي شنك في يعني تتحاور من هذه المبادرة هي مبادرة رائعة جدا خاصة من ناحية يعني شعار المسرح كلمة حقيقة أن المسرح يمكن أن يوجه كلمات وليست كلمة فقط خاصة لما رأينا العرض لبني الهمم أصحاب يعني تابعين المركز معاقين بصريا وسمعين صم البكم وتدريبا كان عرض رائع جدا تتخيل مثلا كيفاش يعني طرحنا على أطفالنا اللي يديروا العرض الثاني اللي كان تابع المسرح الجهوي وجمعية أكون هدفت مع الأطفال وكانوا بني الفرقة الثانية ومصن بكم وكانوا ما يشوف كان كيفاش يحفظوا النص وكيفاش يعبروا هم يعبروا بإحساسهم يعبروا بالمشاعر بتاعهم حقيقة وصلنا الرسالة وعرفنا بلي نحن البشر يكفينا فقط أن نشعر ببعضنا البعض ورسالة وصل البشر دون أن نحتاج باش نشوف ولا نتكلم ولا نسمع. طيب من خلال حضورك لهذا العرض المسرحي لكن حقق حقيقة التواصل والهارمونيا قد هو كأنه ما فيش عائق جسدي أو عائق صحي مش تقدر تقول على عمل متكامل كهذا خاصة أنه كانت فيه تفاوت الإعاقة أو اختلاف الإعاقة تبين الإعاقة من ممثل لممثل. شوف أول شيء هناك العرض معرش ويعني مشروع في المشروع مركزوا على الظواهر الاجتماعية اللي تعرضها الطفل خلال المدارس الثلاث المدرسة الأولى هي العائلة المدرسة الثانية هي المدرسة والمحيط المدرسي اللي تحرم المدرسة اللي يقرا فيها والمدرسة الثالثة اللي هي خطيرة جدا اللي هي الشارع تتخيل كم الهائل من الكلمات اللي ممكن الدنيا إن صح التعبير اللي ممكن يتلقاها الطفل وهو مار من البيت إلى المدرسة تشكل مجموعة من الجمل من بين العقائد والمصطلحات الفكرية البنيئة كيفاش هذا الطفل يقدم كما نقولوا المصارع بهذا الشكل كي تجيب دول هنا وتجيب ناس اللي هما كيفنا كيفهم
واللي احنا نشوفوا باللي هذاك ما يسمعش ولا ما يشوفش ولا ما القيمه فاش تمثل القيمه تمثل انت تسطر على نفسك سؤال كيفاش قدر رغم انه ما يقدرش يتواصل ممكن احنا اللي نسمع يمكن حتى يدي على ودني ممكن ما نقدرش نتواصل معاه ممثل كيفي على الخشبه كيف نقدر نتواصل معاه ندور حاجه اسمها انه الحب هو اللي يجمع بين الشعوب هو اللي يجمع بين هذا اللي خاصنا هذا اللي لازم علينا نخدموا عليه. طيب حلو هذا المشروع الحلم الذي اصبح حقيقه الى اين وصل الان؟ الان راح يعني باش نكون واضح الحلم في ولايه بشار الان راهنا في مقاطعه جده فيها 9 مدارس الان راحنا نقطعوا 140 تلميذ من كل مدرسة ما بين 15-17 تلميذ حسب الحالات اللي قدرنا نخيروها يعني بالتوافق مع مديرية التربية. الآن المرحلة اللي احنا فيها هي مرحلة بناء العروض اللي هي تمثل الواقع وتمثل الحقيقة والقصص الحقيقية اللي كيف شكلنا الحق نتاع أمان بيني وبين الأطفال. حكينا احنا حكينا وهم حكاو وخرجنا قصص بنوا فيها عروض مسرحية مرينا عبر 10 ورشات بكل أسبوع كان ورشة يعني السبت أو الجمعة أو السبت أو الثلاثاء مساء باش منأثروش على رزنامة نظام الدراسة عند الأطفال خلال الأسبوع كملنا 10 حصص اليوم فقط الأمس يعني البارح اللي كان فيه آخر الحصة العاشرة اليوم أول حصة في بناء العروض تم كتابة النصوص لكل مدرسة يعني 9 نصوص يعني 9 عروض اللي غادي نشوفهم إن شاء الله يوم 3 جونفي 2023 على مستوى المدارس يعني كل عرض يقدم على مستوى المدرسة تاعو كعرض شرفي والعروض التنافسية تكون يوم 5 جونفي إن شاء الله بقاعة السينماتيك وقبلها يوم 4 لنوجه الدعوة من هذا المنبر الجميل للمجتمع وأبائنا أمهاتنا أخوتنا أخواتاتنا أطفال صغار كبار بمقاطعة دبابة هو يوم مفتوح للتشجيع والتزيين واجهة مدارس شفناها بديك الواجهة تطلب يعني تنظيف وتطلب إعادة اعتبار إعادة اعتبار على لأنه ستانسلافسكي هذا فنان روسي قال بلي العرض يقدم للأطفال وبالمستوى الكبار ولكن بطريقة أحسن بمعنى نحن يجب علينا أن نرتقي إلى مستوى الطفل نقول نخدم إحنا خدام الطفل لازم علينا نرعى الأطفال لأجل هذا الطفل لازم علينا نتكاتفوا خاصة في ولاية بشار لأجل هذا المشروع لأنه مشروع نحتاجه بزاف في ولاية بشار بعد ما قدرنا نكتشفوا واش راهم متعرضين له ابنائنا في المدارس وفي العائلات وفي المجتمع. جميل. مشروع حلم للتنميه انطلق من حي السلام الى كل ربوع التراب المغرب. هل هذا المشروع بعد العروض النهائيه مرشح لينتشر الى باقي بلديات ودوائر الولايه ومن ثم ربما خارج الولايه. لا هو المشروع راهي يعني راه يكبر شيئا فشيئا. الحلم يكبر وراه مش مشروع يعني هو الحلم اصبح يكبر نعم والحلم مبني على الحب الهاشتاج تاع المشروع هو كل الحب يعني الان احنا في مقاطعه الدبابه في الثلاثي الاول ولادي ثاني رانا في مقاطعه بالجدو الشهر الجديد الثلاثي الأخير يكون في وسط المدينة في لاش وفي الأخير إن شاء الله حسب رزنامة البرنامج يوم 5 جويلية غيكون مهرجان مدرسي المسرح المدرسي تنافسي ما بين تخيل بين 70 عرض يعني حاجة ممكن سابقة اللي نقدروا نتابعوا بها عبر الدوائر والبلديات وأصلا المشروع مدام راح يطلب من طرف أغراء أو ولاية شرف أو ولاية تياز أو ولاية سيدي بن عباس أو ولاية خرين حتى في الشرق لماذا؟ إحنا مصدقين لماذا؟
ينشر ويكون عبر كل الدوائر والبلديه بتاعتنا. خلينا نمشي نسمي لما تقول لي انه في عروض تنافسيه، هنا انا تحدثت عن عمليه متكامله واللي فيها اساسا ثلاث نقاط. النقطه الاولى المتنافسون، يجب توفر لجنه التنظيم ولجنه التقييم. كلمنا على هذا العمل. العروض التنافسيه على الموقع بتاعنا نشرحها. اول شيء تنطبق كتابه النص. كتابه النص شاف عليها المعالج الدراوي الاستاذ سمية صوفي اللي هو اللي قام بمعالجه دراميه لكل السيناريو ولاد الحلال وبطل، يعني كفاءه كبيره بزاف. جانا وليد بشار والتقى بالمؤثرين نتاع مشروعهم وحكاو له بيتا الحالات اللي عندهم في حضرتنا المدرسة على حساب المدارس، ونسجنا قصص اللي من خلالها نسجنا مشاهد ودرنا حوارات. كل هذه المرحلة المراحل مرينا بها باش نديروا نص المستوى. هذه أول خطوة. الخطوة الثانية يتم بناء العرض للمؤثر واللي مخرج لذاك العرض، لأنه هو اللي راح كان حق الأمل بينه وبين التلاميذ هذا. كيف من العرض يوجد؟ كيفاش يقيم؟ يقيم لجنة من طرف لجنة من الاختيار المصرح الجهوي. من اختيار شكون؟ صاحب المشروع هو في نفس الوقت مستشار فني لدى المصرح الجهوي. وتقيم العروض ويكرم الجميع. الجميع هنا يكرم. الجميع يكرم. هذه نقطة مهمة جدا في هذا المشروع مشروعه. طيب بعيدا عن المشروع الذي ربما اعطينا حق المشروع الذي انطلق وانتم ايضا توفيق فيه ان شاء الله. الان الى الفنان بشير سامي. بشير سامي الذي عرفناه في الماضي ربما في الكثير من الاعمال والكثير من المواقف، واليوم عرفوا بشير سامي في توفر هذا الهيكل اللي هو المسرح. في كلمه مختصره، بشير سامي الغد ماذا يحضر؟ الغد يحضر حركة مسرحية تحترم وترفع لها القبعة في بيت بحول الله. إذا كنت في بشير سالمي ويكون زملائك بالمسرح الجهوي محفوظ بالدينة. ما شاء الله. يومين. يومك مبارك إن شاء الله لك ولكل طاقم قناة القرآن الكريم. شكرا. شكرا. أنتم مشاهدينا الأفاضل، بهذا نصل إلى ختام برنامجنا ضحى لقناة القرآن الكريم. نلتقيكم بحول الله الموعد القادم. إلى اللقاء.